هنحتاج 3 4 حبايات، ويفضل بقى الكمية اللي اقولك عليها تعمليها تجيبي حوالي 10 حبايات، وهتنقعيهم في مية. سيب المية دي بالليل، يعني دلوقتي بصور الفيديو بالليل، هسيب المية دي تنقع لي بالليل. الصبح هعمل ايه؟ هجيب اصفي بقى اشيلهم، واجيب المية دي اغليها واشربها. النهاردة حبة واحدة من الشعير الهندي هتظبط لك السكر في الدم، ومش بس كده، ده بتعالج الضغط الدم وبتظبط مستويات واستقرار السكر في الدم. تعالوا بينا نشوف ازاي الشعير الهندي دوت كنز لمريض السكر والضغط. النهارده معايا حاجه معجزه بيها هتقولي وداعا لادويه الضغط والسكر. سكر التراكمي بتاعك هيفضل مظبوط. حبات بسيطه بيتجابوا من عند العطار، هنعملهم بطريقه سهله وبسيطه، وتاخديهم بالطريقه اللي هقولك عليهم، هيظبطولك ضغطك وسكرك وكل المشاكل اللي ليها علاقة بارتفاع او انخفاض السكر. تيجي اقولك عليها وايه هي، تاخديها ازاي، وايه المادة دي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، وتعملوا متابعة لقناتنا على اليوتيوب. اول حاجة معانا النهاردة هو الشعير الهندي. بصوا يا جماعة، ده هتجيبه بذور شعير هندي. هتقولوا له كده انا محتاجة شعير هندي، في انواع تانية كتير، لا هو اسمه الشعير الهندي. هل ليه فوائد لمريض السكري؟ اه، بس طريقته في انك تستخدميه للسكر مختلفة حبتين، فهنعملها دلوقتي مع بعض. اول حاجة هنحتاج 3 4 حبايات، ويفضل بقى الكمية اللي اقولك عليها تعمليها تجيبي حوالي 10 حبايات، وهتنقعيهم في مية. هسيب المية دي بالليل، يعني دلوقتي بصور الفيديو بالليل، هسيب المية دي تنقع لي بالليل. الصبح هعمل ايه؟ هجيب اصفي بقى اشيلهم، واجيب المية دي اغليها واشربها. طب الكمية دي كبيرة، كمية المية كبيرة، هقدر اعمل بيها ايه؟ ممكن مثلا تحتفظ بيها فين؟ في التلاجة، كل يوم قبل الوجبات تاخدي كوباية واحدة. يبقى اول حاجة تجيب 10 بذور من الشعير الهندي زي ما انت شايف، تحطهم في مية تنقعيه، المية دي مية عادية خالص. بعد ما تنقعيه تقوم الصبح كده تصفي والمية دي تغليها تاني. ليه تغليها تاني؟ عشان يتبخر منها اي ايه، شوايب، اي حاجات، اي مشاكل. طيب اخدها لمدة قد ايه وازاي؟ قبل ما اقولك تاخديها امتى وازاي والمدة قد ايه، لازم اقولك ايه اهميتها. الشعير الهندي ده مهم قوي كده لمريض السكري. اه، المادة دي يا جماعة بتعمل طبقة هلامية في المعدة، بتقللك الشعور بالشبع، بتقلل الشعور بالشبع، وبتقلل امتصاص السكريات. حضرتك بتبقى طول الفترة اللي انت واخداها فيها بتحس انك مش عايزة تاكلي، وحتى لو كلتي سكريات هتقللك امتصاص السكريات. دي المادة دي. طيب تاني حاجة مهمة جدا في المادة دي، ان هي بتوفر نسبة من الانسولين للجسم. هي ذات نفسها فيها نسبة من الانسولين فيها، فبيوفروا للجسم. هي نفس المادة دي بتزود استقبال الخلايا للانسولين، يعني بمعنى حضرتك محتاجة انسولين وموجود في جسمك بس مش عارف يخش الخلايا ويشيل السكر. المادة اللي معانا ده او الشعير الهندي ده بيعمل على ان هو يشيل الجلوكوز يدخله جوه الخلايا، يعني بيشغل الخلايا وبيخليها تشتغل. ده ايه ده؟ ده الشعير الهندي. يبقى الشعير الهندي مهم جدا لمريض السكر نوع اول ونوع تاني، مهم جدا لقلة امتصاص الجلوكوز واستقرار السكر في الدم، ومهم ان هو ليه علاقة بالانسولين بتظبيط مستوياته. طيب الشعير الهندي برضو ايه اهميته؟ في مغنيسيوم، وفي مواد بتعالج الالتهابات وكمضاد التهابي قوي. لو رجلك فيها التهابات وبيجيلك التهابات كتير وما بتخفش بسهولة، لا ده مضاد اكسدة قوي ومضاد التهابات قوي، فبالتالي هيعالج لك المشكلة دي. في حاجة مهمة قوي فيه ان هو بيعالج الامساك. يبقى فيه معادن زي المغنيسيوم، في الحديد، في معادن كويسة جدا جدا. بالاضافة لكده ليه حاجة مهمة قوي للمعدة، بيغلفها وبيعالج مشكلة الامساك، والامساك ديت
حاجه مزمنه لمريض السكري، فبالتالي مشاكل المعده عندك هتتحل. ده بحاجه بسيطه خالص، وهي ايه؟ بذور الشعير او الشعير الهندي، اي نوع منه موجود حتى لو مطحون مفيش منه مشكله، بس يفضل ان هي البذور دي تبقى حاجه بخامتها كويسه بالعناصر الغذائيه اللي قلناها، بالتغليفه اللي هتعملها لك للمعده، فبالتالي كل مشاكلك هتتعالج. ده باختصار كل الحاجات اللي ليها علاقه بالسكر وكغيره. طب هل ليها علاقه بالضغط؟ العلاج ده يا جماعه او الشعير الهندي هو علاج طبيعي، اصلا الهنود بيحبوه جدا لانه بيعالج كل الامراض تقريبا، فبيستخدموه في علاج ضغط الدم. ضغط الدم لانه ماده مضره للبول، بتنزل كميه السوائل المحتبسه في الجسم في البول، فبالتالي بتقلل ضغط الدم، فمش هيبقى عندك ضغط دم. وانتوا عارفين ان مريض السكر مصاحب لضغط دم، او مريض الضغط بيجيله سكر، فبيبقى الاثنين مصاحبين لبعض، فبتبقي انت محتاجه حاجه للاثنين، للضغط وللسكر، فجبنا لك الشعير الهندي. بتبداي تاخديه زي ما احنا قلنا، لازم يتغلي الصبح تاني. يبقى اول حاجه الميه دي مش هتشربيها اول ما تقومي من النوم، لا لازم تغليها مره كمان، وتشربي الميه المغليه دي بقى وترمي عادي دوت البذور بتاعه الشعير الهندي. طيب كده خلصنا طريقته وازاي تاخديه وايه. جينا لاخر حاجه، هل هو مفيد لحاجات تانية كتير؟ بالنسبه زي ما احنا قلنا للسكر، بيعمل على تثبيت مستوياته ويعمل على استقراره، بيعالج ضغط الدم المرتفع، وبتودع بيه ادويه السكر، لان قلنا في نسبه عاليه من الانسولينات وانسولين طبيعي موجود فيه، بالاضافه انه بيحتوي على مغنيسيوم وعناصر غذائيه كتير جدا مفيده لامراض السكر والضغط. بيعالج مشكله الضغط لانه مضر للبول، فبالتالي بيقلل وبيحافظ على النسبة دي كويسة في الدم. الطريقة مختلفة خالص عن أي حاجة بتتعمل، ولازم تعملها بالطريقة دي، أنا مجربة جدا جدا. مهم جدا لجهاز الهضمي، بيساعد على علاج الإمساك، وبيعالج مشكلة الإمساك المزمن، لأنه ملين قوي. ملين ليه؟ لأني بيعمل على تغليف طبقة المعدة والأمعاء بطبقة لينة أو ملينة، فبتزيح كل الإمساك أو البراز المتحجر. ده إيه؟ ده الشعير الهندي. خدوه بالمقادير اللي أنا قلتها، بالكمية اللي قلتها، تحط 10 حبيات. أنا بعيد وزيد في الطريقة لأن دي أهم أصلا من كل حاجة. تاخدوه 10 حبات تتنقع لمدة يوم، تقوم الصبح، يعني تحطها من الصبح لحد من بالليل لحد الصبح. الصبح تقومي تصفي الحب ده وتغلي المية وتشرب المية المغلية دي، لو فاض منك شوية حطهم في التلاجة واستخدموهم تاني، مفيش مشكلة. هتجربيها تمشي على لمدة شهر. في ناس جابت معاها نتيجة من اول اسبوع، في ناس ما جابتش، فبتضطر تشوف اي ايه وصفة تانية. لو استفدتوا بقى ما تنسوش تضغطوا لايك وشير عشان نوصل لكم كل جديد. شكرا لكم.